تسكير للطرقات لحين آخر رسالة أنت وافيتنا فيها، إذا هذه كيف هو المشهد الآن؟ نعم ريم. نعم نعم، الطريقة المتبعة في بيروت هي نفسها هنا في النبطية. نعم. قرر المعتصمون اقفال مصرف لبنان، اعتصموا عند الساعة 7 صباحا هنا، اقفلوا منعوا الموظفين من الدخول الى عملهم. في خطوة تصعيدية جال عدد من المعتصمين على فروع المصارف في مدينة النبطية، طلبوا اليهم الاقفال، وهذا ما حدث. جميع فروع المصارف في مدينة النبطية تم اقفالها، لا قطع للطرق، القرار بالتحركات على أهداف معينة. كان اليوم يوم المصارف في مدينة النبطية، والبداية كانت من مصرف لبنان. عملت جولة حضرتكم على المصارف. أول شيء بدي أكد أنه نحن اعتصامنا وحراكنا على دوارك فرمان وبمنطقة النبطية بعده مستمر وبخطوات تصعيدية، واليوم توجهنا صباحا نحو مصرف لبنان لأنه بيمثل رأس هرم هيدي السلطة الفاسدة، هو مسؤول عن إفقار هذا الشعب وعن جميع أعمال اللي عم تصير بالدولار واللعب بالعملات والقروض والأعمال والأشياء الريعية بالدولة، هو مسؤول عنها. توجهنا صباحا لأمامه لنأكد على إقفال أبوابه وعدم عمتوا على المصارف الباقية أكيد، ورجعنا عملنا جولة على كل المصارف بمنطقة النبطية وطالبناهم بإقفال أبوابهم. يعني في تجاوب من قبل المصارف؟ تم التجاوب معنا بطريقة سلمية جدا وبطريقة جدا جيدة، ورجعنا توجهنا على بعض الإدارات الرسمية والإدارات الخاصة مثل ليبون بوست وأجيرو ونقابة المهندسين، وكمان تجاوبوا معنا وأقفلوا أبوابهم. نعم. نحن بدنا نقول إنه عنا خطوات جديدة ابتداء من عبكرة كمان، وحنضلنا على هيدي الطريقة التصعيدية ضغطا على الحكومة من أجل تتشكل. الخطوة اليوم كيف شايفين أبنا؟ الخطوة كتير جيدة، عم تفرز الشارع تقريبا، لأنه في ناس عم تدخل على هذا الحراك وعم تأثر عليه الصراحة. نحن عم نحدد أهدافنا اللي هي دوائر. اعتصامات خجولة كانت عم تكون أمام السراي، اليوم عم نشوف في شوية تجمعات أمام المصرف. لا، الاعتصامات مش خجولة، الضغط اللي عم يصير علينا والتهويل والترهيب، الناس عم تخاف تنزل. الصراحة نحن اليوم عم نحدد أهدافنا وعم نشوف شو نعمل الخطوات الجاية، والحراك عم يفرز حاله بحاله، والنبطية بخير، ونحن بعدنا واقفين وصامدين، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا البلد كله بشكل عام. نحن منحب نقول لشبابنا ولأهل النبطية بشكل خاص، في خطوات تانية حنقوم فيها وحنكون عند حسن ظن كل الناس. أحزاب السلطة عم تحاول تخرب هذا الحراك، عم تحاول تدخل على الشارع بتسكير طرقات وإذلال الناس وكذا. نحن ضد هذا الشيء، ونحن باقيين بالشارع لتحقيق كل مطالبنا، وواقفين مع الناس مش ضد الناس. نعم ريم، هذه هي الأجواء هنا في مدينة النبطية. الاعتصام سلمي، تم تسكير جميع الفروع المصارف في المدينة إضافة إلى بعض الدوائر الرسمية. المعتصمون سينتقلون بعد قليل إلى دوار كفر رمان وربما إلى أمام سراي النبطية بعد الساعة 10. هذه الخطوة كانت أمام المصارف هذا النهار، من المتوقع أن يكون هناك خطوات غدا وبعد غد في اتجاهات أخرى لإيصال الصوت في جميع مكامن هذه السلطة. نعم، شكرا لك الزميل هادي الأمين.